نديك يا ياسين. خير؟ مين؟ أنا؟ أيوة. ليه؟ ليه؟ هو مين فيكم العيال؟ هي اسمها ايه؟ مين؟ هي اسمها ايه؟ نسيت؟ هفتكر. انت تقرب لها ايه؟ مين؟ هي انا جوزها. اما انت جوزها مش فاكر اسمها؟ متجوزها من زمان. روح انت يا رجل. مين؟ انا؟ فين؟ طيب ماشي خلاص. ليك حق، ليك حق تتجنن. ده جوزك؟ شفت الوكسة؟ متجوزها من امتى؟ من ايام ما كان جوز الحمام تلات فرد، وكنت لما تروح السوق تشتري دكر الفضل ترجع راكب. الحمد لله ما لحقتيش بقى ايام ما كان فردة الحمام بتلاتة. انت عبيط؟ ليه؟ علشان هو جوز البط بيتركب؟ ايوه بتركب. انا كنت بركبه واروح بيه المدرسه. بجد؟ ابويا كان عنده دكرين. دكرين؟ ايوه، دكر كان بيروح هو بيه المدرسه، عصي يروح بيه شغله، واحنا دكر بنروح بيه المدرسه. ده انت مجنون بقى. اكيد. بص بقى، انا اقول لك على حاجه، اكيد انت شفت الفرخه ام اربع رجلين، صح؟ الكذب خيبه. انا شفت الفرخه اللي بتسحب على بطنها. لا ده انت مجنون، هو في فرخه بتسحب على بطنها؟ ايوه، مش كانوا قاضين عليها في امن الدوله؟ يبقى هو ده اللي مبلغ عنه. لا يا دكتور، ما تصدقهاش، دي كدابه، مش قلت لك انها مجنونه؟ هو حضرتك لا مؤاخذه بتشتغل ايه؟ انا الاستاذ شيكا، استاذ الامراض النفسيه والعصبيه في احدى المستشفيات الحكوميه. يا حبيبي، يعني زميل مهنه. طب لما انت زميل مهنه جيبها في المستشفى بتاعتي انا ليه؟ ما راحتش المستشفى اللي بتشتغل انت فيها ليه؟ لا ما هو ما ينفعش، اصل الحكومه ناوية تبيعها لأحد المستثمرين، والمستثمر عايز يعملها فندق خمس نجوم لأنها أحسن حتة في مصر. الله، والعيانين ليهم ربنا. ليهم ربنا؟ الله، هو كل واحد يجيب لمراته ويتهمها بالجنون أسد على طول؟ لا يا ياسين، لازم تعمل اختبارات، يمكن مظلومة، لازم أجري لها انتخابات. أيوة يا عصي، أجري اختبارات. واجري ليه؟ ما مش على مالي ولا ورايا حاجه. هو حضرتك قلت ايه؟ لا مفيش حاجه. اسمعيني كويس، يا اسمك ايه؟ محتمده. قصدي لبنى. بص يا لبنى. ايوه. انا هسال سؤال. ها، اوعي تفكري، ها جاوبي. وحضرتك سالت ولا قلت حاجه؟ لا، كويس. افتكرت حضرتك سالت سؤالين. ده نص لسعة بقى. طيب يا جبنة لبنى، ايه اللي شبه دي؟ السماع. لا فكري، ايه اللي شبه دي؟ الفنجان. فكري كويس، ايه اللي شبه دي؟ دي. خلي بالك بقى من السؤال اللي جاي. ما هو الحيوان الصغير الأخضر الذي يأكل الزلط؟ النملة؟ لا، ما هو الحيوان الصغير الأخضر الذي يأكل الزلط؟ ايه؟ هو الحيوان الصغير الأخضر الذي يأكل الزلط. بص بقى في اللي جاية، بص في اللي جاية. ايه؟ عندنا صندوق صغير مقفول، مفتوح من تحت، مش واخده بالك؟ في زلط وفي فتحه وفي زلطه كبيره. ايه اللي يدخل جوه الصندوق يجيب الزلطه الكبيره؟ الفتحه. لا، اللي يدخل من الفتحه يجيب الزلطه الكبيره. ايه؟ الحيوان الاخضر الصغير الذي ياكل الزلط. خلي بالك من اللي جايه، دي اهم جدا. عندنا فيل ونملة. الاثنين قاعدين على البلاج، الفيل قام يعوم ما غرقش، لما النملة قامت تعوم غرقت. ما هو السبب؟ ليه بقى؟ لأن النملة لبست المايو بتاع الفيل. كل دي ضحكة؟ أصل جتني وأنا بتعود.
الحق دكتور الحق. موسس تاني؟ لا المرة دي كرة كرة كرة. ايه اللي كرة ونوتي؟ انت جايب لي كابوريا؟ الامن المركزي بره. ايه الامن المركزي جاي لي تاني؟ الامن المركزي بتقولي؟ وي وي. مين دول؟ دول فضل خيرك مريضة اللي ابوها بيركب ذكر بط، ودي ولو ان منظرها لا يوحي بوظيفتها انما دكتورة. على كده بقى انت كسيب وبتكسب جدا. يا جدا جدا. طب اتفضل معايا. على فيه؟ مشوار بسيط وهترجع تاني. طب ممكن اسأل سؤال؟ ليه؟ لا 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 ما تبلقش ليه؟ ما لا مش عاوز تجاوب براحتك، عايز له يقولك لك. انت بقى التمرجيه موجوده هنا في المستشفى؟ تمرجيه في عيني. انا الدكتوره هاله. هاله؟ ايوه زميله الدكتور ياسين. الدكتور ياسين جيتي على الجرح. ده جنتي جنتي خالص، ده قاعد يقول لي نكت كده ويقول لي فوازير وانا اقعد احل الفوازير، وبعدين قاعد يسبلني في عيني. هما شكلهم كده. وبعدين دكتور ياسين بتاع المجانين بيعرف ينكت في الفوازير. وقالي فوازير جامده خالص. ثم انتي مالك اصلا؟ انتي غيرانه ليه؟ انتي تجيله ايه اصلا؟ انا خطيبه الدكتور ياسين وقريب قوي يا امراه. خطيبه الدكتور ياسين؟ يا عيني عليك يا دكتور ياسين. يا عيني عليك. طب قدامي على عمر المجانين. لا يا اختي انا سايباكي ورايحه الدكتور ياسين بتاع المجانين. قولي تعرفهم من امتى؟ هم مين؟ شكلك هتتعبنا عشان استريح معاك. لا 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 والله انا بس حكايه الفهم اللي ماشيه في البلد دي. اشمعنى انت؟ ما الناس كلها مش فاهمه وعايشين مبسوطين. هو ده العيب الرئيسي للثوره فعلا، ان هي خلت التعليم مجانا وخلت اللي يسوى زي اللي ما يسواش والحبل في النابل. فعلا خلاها مجانا، يعني انتوا اتعلمتوا بفلوس؟ هم انت فاكر البلد اللي احنا فيها دي ايه؟ من ابو بلاش؟ لا 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 العفو ازاي. بس يعني انا بتفهم تاني. هتسال تاني؟ خلاص من 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 سله من سله. عظيم يا دكتور، ودورك ايه معاهم بالظبط؟ البطل. لا قصدي بجيب لهم السوق من خضار. ايه انت هتستعبط ولا ايه؟ لا 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 انا قصدي بديهم حقن. انت شكلك عايز تتربى. لا 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 كده غلط يا جماعه. انتوا فهمتوه حاجه وهو ما جاوبش. قول له ربنا يحمل بيتك، ربنا يحمل بيتك. شوف الطيب يا طيب يا ابن الطيب. وي وي. مش الاول تعرفوه بتسأله عن مين؟ امال احنا يا جماعه ما قلناهوش هنسال على ايه ولا ايه؟ لا طبعا اكيد قلنا له. والله ما حد قال لي حاجه. مش انا قلت لك في ودنك ما تكذبش وخليك فاكر اللي يكذب يروح النار؟ وي 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 ودني أعترف. ودني ودني والله ما حدش قال لي حاجه. ما تعترف بقى وتخلصنا. بما انا بقول الحق ما حدش قال لي حاجه. قول بقى تعترف. اعترف. حاجب ايدك هتطلع في ودني. اعترف. خلاص قلتولي. انت عارف نتيجه كذبك ده ايه؟ اربع شباب شرفه كانوا هيروحوا في داهيه وكنت هحولهم للتحقيق. خلاص يا باشا انا محقولك. انا غلطان يا باشا، غلطان يا باشا، غلطان. جميل خالص، هاتولي الناس اللي كانت معاك. ممكن افهم؟ عايز تفهم ايه؟ هو في ايه بالظبط؟ انت متهم ببيع المستشفى لجهه اجنبيه معاديه. معاديه؟ معاديه مين؟ لا انا رحت للمعاديه ولا ام حسن، ده حتى ام حنفي طلبت تخش تيجي قلت لها لا، والله ما بعت المستشفى من اصله. يعني انت عايز تفهمني المعلومات اللي عندي دي غلط؟ انا بثق في المصادر اللي عندي. يا سيدي تثق في المصادر، تثق في الاعلام. انا مال انا ما بعتش حاجه. الدليل؟ الدليل العقد يا فندم. العقد؟ ممكن اشوف العقد اللي معاك ده سليم ولا لا؟ يا فندم العقد سليم، ولا كاتبه على جبت عشان يتكسر. العقد اهو اتفضل. ادي العقد السليم ولا مش ايه؟ لا لا. تفتكروا حصل له حاجه او قدروا يضحكوا عليه تاني؟ لا الدكتور اتعلم الدرس كويس قوي. يلا مجنون منك ليه، كفايه كده بقى وكل واحد على سريره. يلا ايه ده ولد؟ انت يا ولد رجب احترم نفسك.
لا انا طول عمري محترم، بس انتوا مش واخدين بالكم، عاملين فيها عاقلين. احنا فعلا عاقلين يا رجل، عاقلين، وبنحب المستشفى دي وبنحب الدكتور ياسين. هو صحيح راجل طيب وعلى نياته، بس برضه بنحب. ايوه بنحب الدكتور. انا عايز افهمكم حاجه، عصر الدكتور ياسين خلاص انتهى وابتدى عصر الباش تمرجي رجب. يا جمالك نهارك اسود، انت اللي بلغت عنه يا رجب. ما بلاش انت اللي تقول لي نهارك اسود. ها كان هيضيع المستشفى معايا، صدقوني انا بدور على مصلحتكم، صدقوني. نصدقك؟ نصدقك انت يا كذاب؟ انت بتشتمني؟ ما انت زيي برضه، انت مش كنت عاوز تعمل ثوره في العنبر وعاوز تعمل لي فيها زعيم؟ انا ابدا، انا ما كنتش فاهم حاجه، انا كنت مجنون. الدكتور ياسين هو صاحب المستشفى وهو اللي مسؤول عننا وعن شفانا كلنا. من دلوقتي انا اللي مسؤول عنكم هنا في المستشفى. صدق انا اللي هقتلك بقى، هتجيب التمرج زي الدكتور. لا احترم نفسك، انا مش تمرج عادي، انا باش تمرج. بص يا باش تمرج، اللي بيخاف على مصالحنا زي اللي بيخاف على مصلحته يا باش تمرج. يجب اصحى يجب، الدنيا خيبانه. دكتور ياسين عيبه حنين، واخد بقى هو عينيك بس عيبه حنين. يجب نسيت لما الدكتورة توتي كانت عايزة تطهر العينين من المستشفى؟ نسيت؟ ما هي دي المصيبة، ساعتها فتح لنا باب المستشفى زي ما يكون احنا عندنا اكل فاين قوي يعني، بسم الله ما شاء الله علينا، يوم روح يجيب لنا عيانين من المستشفى تانية ياكلوا معانا. تصدق يا رجب انك انت مش بني ادم، الراجل لازم ياخد باله من العيانين، العيانين دول مش بني ادمين زينا، يعني عايزه يهملهم، وهو لو اهملهم هيبقى ايه الفرق بينه وبين توتي؟ يا ناس انتوا هتجننوني، هتجننوني؟ ما انتوا كنتوا هتتجننوا زيي برضه. ما انتش واخد بالك يا سي رجب، احنا نفسنا كنا هنتجنن، ما عرفناش ازاي توتي قدرت تخدعه يا باش تمرجي. يا رجب ياسين شال كتير قوي فوق كتافه، لازم نرحمه شويه، ده حتى يبقى ظلم. شوف المستشفى فيها قد ايه وهو مسؤول عن قد ايه. يا رجب المستشفى ده خيار ما بيكفيش، اقول لك حاجه، ما يكفيش مصاريف عنبي من المستشفيات اللي مصاريفها كتير. اهو انت قلت لوحدك، يعني انا عندي حق؟ ها؟ ومع ذلك ايه المطلوب؟ عايز تعرف المطلوب؟ استنى شويه.